كان حجم المدنيه قد ايه اللي بسببها تم التحرك ناحيه يعني الايس كور بتاعك؟ يعني الاجمالي كان 10 مليون عليا في الحساب، الاجمالي 10 مليون. طبعا قفله الحساب خلعت عليا 8 اكسور عشان يشغل الحساب ويلغي التوقف في الايس كور، عشان البنوك كلها خدت وقفت عمل اكشن معاه، ازاي تبقى توقف سلام دي بتعمل كارثه معاك في كل البنوك. يعني معاك في بنك عنده ائتمان موجود، فلوس موجوده ما عرفتش اخدها، اضطريت اسد كل المتاخرات دي عشان اشغل الحساب. سددتها ازاي؟ والله حصلت الشغل الفلوس اللي بتيجي بدل ما بتجيب شغل جديد عشان نشغل الناس بقيت اسد. مش كان الاول انك تدفع القسط بتاعك عشان ما تتعرضش للموقف ده او توصل للمرحله دي؟ يا فندم هي عدم دفع ابن الحساب بيبقى مقفول، انت ممكن تيجي في نفس يعني هو قافل لك الحساب مش عارف تدفع مش عارف عايز رقم كبير، ولو سديت رقم ما بيطلعش يعني لازم يطلع علينا الفلوس الموردين ما بيطلعش، فبتضطر وانت طبعا الظروف غير طبيعيه والمصنع وقف. يعني احنا الاستغاثه والرجاء ان نخاطب المصانع، يعني المفروض الايس كور كبنك بيبص، او اذا كان ده صح انا ما اعرفش انا بقترح هم أدرى، ما ينفعش مصانع الايس كور يعني يتساوى باللي متاخر في فيزا او شاري شقه او شاري فيلا، يعني دي مصانع وعمال بتشتغل، خصوصا انت تعال استعلم عني، ابعت استعلام شوفني لو لقيتني بهزر او قافل المصنع او اعمل اللي انت عايزه، انت شايفني انا بحاول اشتغل بموت عشان اشتغل، ما ينفعش تقفل عليا الحساب وتقارني باللي متاخر في شارع عربيه مثلا. وفعلا انا متاخر مع بعض البنوك لان مع السداد فعلا فرصي في العمل بتقل، لانك ما انتش عارف تجيب فلوس بدل اللي بتسدها، رغم ان معاك معهود للتصدير ومعاك عقود للسوق المحلي. حضرتك انا لسه مطلعين شغل لزيمبابوي وهيطلبوا اوردر تاني كبير، وفي ديبوزيت الدفع مقدم لشغل كل هذا لا يشفع. لا 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 ما هم عندهم بدل اي سكور فيه مشكله وتاخرت خلاص. عملت اللي عليك وزياده، انت محتاج ايه؟ بالراحه كده اشرح لي ايه اللي مطلوب عشان نقدر نساعدك انك ترجع تاني بنفس قوتك اللي بدات بيها وتمسك في اسواقك. لو فقدنا سوق صعب جدا نرجع له. والله يا فندم انا محتاج اولا التاخيرات اللي اتحسبت علينا بعد كورونا لو امكن دي تتشال عشان البنوك ترجع تعاملنا تاني. الايس كور المصانع ما يتسواش باي حاجه تانية لان دي مصانع وعمال، خصوصا لما تستعلم عني وتلاقيني شغال مش بهزر مش قافل المصنع بقول لك اعمل معاه كده. كلامك للبنك المركزي. البنك المركزي اذا امكن من فضلكم واستغاثه، مش عشان انا مش عايز حاجه من العمال، انا زعلان لان انا تعبت في الاسم ده وتعبت في الشغل ده كتير جدا 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 25 سنه، فصعبان عليا يعني شغلنا مطلوب في كل مكان. يعني انا مشكلتي الوحيده دلوقتي ان الفلوس قليله معايا مش عارف انتج المطلوب مني، ما بنفذش 10% من المطلوب. عندك اوردرات سوق محلي وتصدير ومش عارف عندي اوردرات حاليا من السعوديه، اوردرات يعني المفروض لازم في نص خمسه يطلع ثلاث حاويات كفر سجاده غطا سجاده من عندنا لمصنع البطاطين وعندنا اوردر وديناها زيمبابوي المفروض يبعتوا اوردر تاني كاتل، المفروض المغرب على تواصل معاهم قفلت لان طبعا مانش الخامات مش متوفره كما ينبغي والفلوس مش مساعداني والبنوك عايزه فلوسها، فانا قاعد ما بين نارين يعني مش عارف اعمل ايه. ثانيا محتاج فلوس، يعني البنوك عايزه فلوسها تاجل الاقساط عليها شويه، يعني اديني شويه فلوس عشان تقدر تشتغل وأسده. دايما مسح البنك الاهلي ما بيعمل، البنك الاهلي بيعمل كده. احنا رحنا قطاع مهم جدا وهو قطاع معالجه الديون، بيجي يقول لحضرتك تعالى ويديك فلوس عشان تكمل وتنجح وتقدر تسد. تمام، ما هي هعمل ايه لما ما اخدش منك واسيبك؟ البنك الاهلي بالامانه صبر علينا، وبنك قطر صبر علينا بالامانه برضه، ارجو البنوك يعني الرحمه اللي كان علينا اقساط شويه تاجلها قبل ما نقف على رجلينا. الايس كور بتاعنا كمصانع بعد كورونا يتشال علينا التاخيرات اللي محطوطه بوظت الدنيا دي، يعني مش عارفين نتعامل مع البنوك ومراعية عشان العمال وعشان نشتغل احنا مصانع شغلنا، احنا عندنا فرص عظيمه جدا للتصدير في افريقيا. انت عندك المستهلك الافريقي بيفضل ميدن ايجيبت عن ميدن تشاينا، ده صحيح، وانت عندك فرصه ان تكلفتك اقل من الصين دلوقتي، الصين التكلفه عندهم عالي، بس عايزين فلوس نشتغل، عايز فلوس اشتغل. ودي بوجه النداء واستغاثه لسياده الرئيس، التقصير اللي حصل مع البنوك ده خارج عن ارادتنا تماما، الظروف واضحه للجميع يعني واضحه مش محتاجه تفسير، وارجو يا سياده الرئيس يعني استغاثه
محتاجين البنوك تتعاون معانا اكتر من كده.